يعني طبعا يعني احداث كبيره جدا الفتره الاخيره، اعلاها وابرزها طبعا ملف التحكيم اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا جدا. شفنا ده واضح جليا للجميع في مباراه الزمالك الاخيره، يعني ضرب الجزاء ما انزل الله بها من سلطان لا تمت الى الضربه الحره المباشره من قريب ولا من بعيد، بتتحسب ضرب جزاء على نادي الزمالك. نادي الزمالك بيقدر ان هو يتخطى ده ويقدر ان هو يحقق هدفه من المباراه. على الجانب الاخر كمان تشوف بعض الفرق بيتم مجاملتها تحكيميا، بتشوف اخطاء مش طبيعيه في ملف التحكيم. كل الانديه بتشتكي بلا استثناء من التحكيم، كل الانديه بتطالب بوجود خبير اجنبي عشان يبتدي يطور منظومه التحكيم. شايف ده ازاي استاذ صبحي؟ مبدئيا عايز اقول انه بص، الكلام عن اخطاء الحكام بيتم بصوت عالي كل موسم وبيعلى النبره والتون كلما اقتربت النقاط وزادت المنافسه. ليه؟ نعم. لان التحكيم من وجهه نظري مش من اهم، هو اهم عنصر من عناصر كره القدم بعد اللعب. يعني انت تقدر تلعب مثلا فريق ناقص لاعب او اثنين، لكن ما ينفعش تلعب مباراه من غير حكم. اذا انت امام حد هو الطرف الاهم في المنظومه كلها. طيب في مشكله عند حكامنا، في مشكله، في ضعف مستوى، في ضعف مستوى. انا مش هقول ان الحكم متواطئ، لكن في حكام عندنا يا كريم مستواهم بعيد شويه. نعم. وده انا بحمل مسؤوليته للجنه الحكام، هي المسؤوله. خلي بالك الحكم هو الحلقه الاضعف في فكره تراجع مستوى التحكيم. يعني اذا كان الحكم ضعيف فالمسؤول عن الحكم هو اضعف منه. نعم. رئيس اللجنه ايا كان هو مين، انا ما اقصدش عصام عبد الفتاح، انا بتكلم على التسلسل على عبر السنين اللي فاتت. نعم. اي حكم يهتز يقدم مستوى غير جيد، حكم ملاكي لنادي ما، مش هو المسؤول. انا جايب من بيتي يقول لي انت هتقف النهارده اهلي ولا زمالك، هقف. نعم. مش كده؟ نعم. لكن المسؤول عن اختياره. يعني ده هدلل عليه بحاجه صغيره، الحكم احمد الغندور. احمد الغندور تقريبا عامل ثلاث ارباع مباريات الفريق المنافس السنه دي، اما حكم فار او حكم دايره. خلاص؟ نعم. دي نمره واحد. هل ده عدل؟ يعني عدل في الاداره يا جماعه، اقسم بالله لا اهلي ولا زمالك، هل ده عدل في الاداره الرياضيه؟ انت عشان تدير وبتدير منظومه اسمها الدوري العام، دوري يعني حتى المفروض انه البطوله بتدور يعني بتلف. يعني والله يرحمه الكابتن حسام كان قال لي مره، لو عندي 15 حكم منهم سبعه جيدين وثمانيه غير جيدين مثلا، يعني ال 15 لازم يلفوا على كل انديه الدوري. نعم. الدوري يعني انا وانت نعيش نفس الاجواء ونفس الظروف ونفس الملابسات، والشاطر اللي يجمع النقاط وياخد البطوله، لكن مش الشاطر اللي تحط له حكم معين وطول الوقت يبقى عليه. انت كده ظالم، بتظلم الحكم قبل ما بتظلم النادي. فكرة انك انت تحط الحكم وتلبسه عباءة نادي معين، يبقى انت حكمت على الحكم بالاعدام. طب لو راح غير بقى نادي تاني مش هيبقى مقبول منه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا كريم، الاخطاء انا زي ما قلت لك في اخطاء غير مقصودة ودي كتير، دي ناتجة عن ضعف مستوى. معظم حكامنا للأسف مستواهم ضعيف، لا عندك تدريب ولا عندك تثقيف ولا عندك معسكرات. قول لي كده اخر مرة حصلت معسكرات خارجية للحكام قبل بداية اي موسم؟ مفيش. تلاحم تلاحم المواسم مخليك بتعمل ايه؟ نعم. بتكتفي بمحاضرات نظريه في معسكر الهدف قبل. نعم. بدايه الموسم مع رئيس لجنه الحكام. طبعا كلام. نعم. هزلي، كلام لا يصح انه يكون موجود على مستوى التحكيم المصري. نعم. احنا امام مشكله كبيره جدا، وانت قلت حاجه مهمه في احدى المباريات، مش هقول اسم حتى الفريق المنافس. نعم. يعني الهدف الاول هو فاز بهدفين، الهدف الاول من ضربه جزاء غير صحيحه بالمره. نعم. وهنا يحضرني الكابتن جمال الغندور صديقي العزيز اللي طلع بعد ماتش الاهلي والزمالك قال ان كره امام عاشور ليست ضربه جزاء بالمره ودافع عنها باستماته. طلع كابتن طيب. عصام عبد الفتاح قال ضربه جزاء، وطلع ما سيبك من عصام عبد الفتاح، هما بيضربوا انا ماليش دعوه. انا بتكلم بقى على ليه ما طلعتش. قلت ان احمد الغندور حكم غرفه الفار ابن اخوك يا كابتن جمال، وانا عارف انك هتكلمني وزعلان مني بعد الحلقه، ليه ما قلتش انه ما شافش اللعبه؟ واللعبه الثانيه كانت فاول على السوليه من وسط الملعب لفريق النادي الاهلي. طب ليه برضه ما طلعتش قلت ان في خطا؟ ما انت وقفت الفار في ماتش الزمالك واحتسبت ضربه جزاء وهميه كان ممكن الزمالك يدفع ثمنها نتيجه المباراه. انا بقول اهو، احنا مش بنقول ان حكامنا لا قدر الله حكام بايعين ضمايرهم، لا، احنا عندنا حكام مستواهم شويه ضعيف. نعم. والمسؤول عن ضعفهم هم لجان الحكام المتعاقبه. نعم. هم اللي يتحاسبوا قبل الحكام.